السلام عليكم. السلام عليكم اخواني، هل تسمعوني يا رجاء؟ اذا مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء الحي الثاني عشر لمقرر مبادئ الاداره، الفصل الأول من العام الجامعي 1439-1440. طيب ممتاز أخ علي، استبق الإجابة قبل ما أعطيه السؤال وقال بالصوت واضح ما شاء الله جزاك الله كل خير. إذا هذا اللقاء الحي الثاني عشر والأخير، وكما اتفقنا الأسبوع الماضي راح نواصل الحديث على نقطة أخيرة في المقرر اللي هو نماذج بين التميز الحضاري بين الأمم، راح ناخذ فيه مدة من الوقت، وبعدين نحاول أن نستعرض مع بعض الأسئلة وبعض الأفكار الخاصة بالمقرر، وكذلك أيضا يعني سنحاول بعد شوية أفتح الشات بحيث يكون في تفاعل اكثر بين كل الاخوه والاخوات. اذا كان هنالك تساؤلات او افكار ممكن يستفيد منها يعني كل الاخوه والاخوات باذن الله. عفوا. اذا قلنا في عندنا جزء اخير بنشوفه مع بعض اللي هو مقارنه، خلينا نقول مقارنه، راح نحاول ناخذ مقارنة بسيطة بين المملكة واليابان وأمريكا، يعني المملكة اللي نحن نهتم أكثر شيء بإدارة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، ونحاول نقارن بعض الأمور مع الشريكين الاقتصاديين يعني الأساسيين اللي هم اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وراح نشوف أنه هنالك في اختلافات خلينا نقول ثقافية بالأساس اللي بتخلي أنه سلوك الموظف وطريقة عمل الموظف داخل المنشأة يعني مختلفة، وهذا لعله يفسر أيضا حتى الاختلافات في عملية إدارة المنشآت في هذه البلدان الثلاث. إذا في الواقع راح نحاول نشوف المقارنة هذه من خلال 10 نقاط أساسية. النقطة الأولى، وكلها أفكار مهمة جدا بطبيعة الحال يعني لازم يعني نتعرف عليه. النقطة الأولى والقضية الأولى هي قضية تقبل الأوامر. المتعارف عليه إخواني إخواتي أنه العامل الياباني عادة ما يتقبل الأوامر بصدر رحب. والثقافة اليابانية خلينا نقول قائمة على هذه الأمور، يعني تقبل الأوامر والتوجيهات بصدر رحب وبدون يعني اعتراف الى غير ذلك، على عكس العامل في الولايات المتحده الامريكيه. العامل الامريكي عاده ما يعترض على تقبل الاوامر بدواعي المساواه، يعني بيشوف انه لا فرض لاحد على احد، وبالتالي عاده بنلاحظ انه عنده توجه كبير انه يعترض على تقبل الاوامر اللي لا يتقبلها بسهوله بدواعي المساواه، يعني على غير يعني بدواعي المساواة بطبيعة الحال. بينما في المملكة وبحسب بعض الدراسات تقول انه الموظف والعامل السعودي ممكن يشترك مع الامريكي في 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 توجهه في لعدم تقبل الاوامر، ولكن ليس بنفس الدواعي. بالنسبة للامريكي يعترض على تقبل الاوامر بدواعي المساواة، في المملكة عادة إذا كان هناك عدم تقبل الأوامر فيكون ذلك بدواعي العزة أو الكرامة، يعني حتى الدواعي والأسباب مختلفة وهي أسباب يعني ثقافية بالأساس. في نقطة أخرى أيضا فيها اختلافات اللي هي قضية الارتباط بالعمل، أو خلينا نقول البقاء في نوعية العمل، نوع العمل. في اليابان العامل الياباني يقتنع أو هو مقتنع بأنه سيظل عامل مهني طوال حياته، وأنه سيعمل في الميدان طيلة حياته العملية دون الطموح إلى مناصب إدارية معينة. بينما في الولايات المتحدة الأمريكية عادة العامل الأمريكي يرى أن العمل الميداني ما هو إلا مرحلة
لما سيأتي بعدها وهو العمل الإداري. إذا هنا في اختلاف كبير. في المملكة العمل السعودي عادة لا يقبل بالعمل المهني منذ البداية، يعني لأسباب اجتماعية، وهذا شفناه حتى لما تحدثنا على مشكلة العجز في القوى البشرية السعودية، قد هناك أسباب اجتماعية أن هناك مهن مرفوضة اجتماعيا. إذا عادة العمل السعودي لا يقبل بالعمل المهني في من البداية لأسباب اجتماعية، يرى أنها أعمال يعني غير مناسبة. في نقطة أخرى فيها اختلافات أيضا، اللي هي قضية الالتزام بالعمل في منظمة واحدة، أو ما نسميه كذلك الولاء للمنظمة. في اليابان هناك درجة عالية من الولاء. أخت لما دونية يعني يشوف أنها أعمال دونية، يعني أنها أعمال خلينا نقول يعني ممكن تقلل من قيمته الاجتماعية. أوكي، ممكن هذا هو المقصود، يعني دونية يعني أنها أعمال ليست في المستوى، وأعمال ممكن تقلل من قيمته، أو أعمال ممكن ينجر عنها أنه إيش الناس ممكن تستصغره أو تحتقره إذا قام بها، أوكي، شيء من هذا القبيل. قلنا في قضية أخرى هي الالتزام بالعمل في منظمة واحدة. في الواقع في اليابان هناك درجة عالية من الولاء للمنظمات، فالعامل الياباني عادة العامل الياباني عادة ما يلتزم بالعمل في منظمة واحدة طيلة حياته، يعني يكون استعداد أن يشتغل في نفس المنظمة ويلتزم بنفس المنظمة طيلة حياته، وبالتالي لا يفكر في أنه يخرج من هذه المنظمة، لأنه يعتبر ذلك وكأنها خيانة. يعني بداخل احنا موظف يشتغل في تويوتا، بالنسبة لي تويوتا هي عائلته، تويوتا تهتم به، تهتم بأولاده، وبالتالي فهي العائلة الثانية والبيت الثاني، وبالتالي لا يستطيع أنه يخرج من شركة تويوتا. في أمريكا العامل الأمريكي يبحث عن مصلحته أولا، يعني أينما كانت مصلحته سوف ينتقل إليه، إذا وجد مصلحة في منشأة أخرى مباشرة بدون تفكير ينتقل إلى تلك المنشأة. في المملكة إذا كنا نتحدث على عمل حكومي، في العمل الحكومي ما يكونش في انتقال، عادة اللي بيشتغل في وظيفة حكومية سواء كان ذلك في منشأة حكومية أو في وزارة، عادة يظل دائما يشتغل فيها، ولكن في القطاع الخاص لا يوجد ارتباط كبير، وممكن أنه إيش الوظف السعودي يعني ينتقل من قطاع إلى آخر أو من منشأة إلى أخرى. هذا إذا كنا نتحدث عن القطاع الخاص. نقطة أخرى رابعة فيها أيضا مقارنة، اللي هي الفصل من العمل أو الإقالة من العمل. أختنا صح اليوم نختم المنهج بإذن الله. العمل الياباني إخواني إخواتي لا يتوقع الفصل من العمل أبدا، حتى ولو قلت قدرته الإنتاجية، يعني بما أنه فيه ولاء عالي من الموظف تجاه المنشأة، نفس الشيء المنشأة لديها ولاء ووفاء عالي للموظف، وبالتالي صعب أن يتم فصل الموظف من عمله في اليابان. في الولايات المتحدة الأمريكية المقياس الوحيد هو الإنتاجية، في أمريكا المقياس الوحيد هو الإنتاجية، يعني إذا انخفضت إنتاجية الموظف فهو معرض وقابل للتسريح في أي لحظة، بالتالي قضية الإقالة من العمل مطروحة بشكل كبير في المنشآت الأمريكية. الأخ محمد فيما يخص لا أخ محمد ترى لا يوجد، بالنسبة لي لا يوجد ملخص أو ملزمة، يعني كما ذكرت المرجع النظامي بالنسبة لي للجميع هو الحلقات المسجلة في نظام تدارس. أوكي، بالنسبة لي لا أعتمد يعني ملزمة ولا أعتمد ملخص، ولا يحق لي نظاميا أني أعتمد أي ملخص. أوكي، هنالك يعني بعض الأخوة والأخوات الذين يقومون بعمل ملخصات أو بتنزيل بعض الملخصات
في المنتديات وكذا. اوكي، الملخصة الثانية ممكن تكون مفيدة وتسهل عملية المراجعة، ولكن يجب أن ننتبه لأنه يعني ممكن البعض منها يكون منقوص، وهذا بطبيعة الحال قد ينعكس سلبا على عملية المراجعة. وبالتالي إذا وجدت أي ملخصات أوكي ممكن الاستعانة بها، ولكن مع الانتباه. أوكي، مع الانتباه. نقطة خامسة في أيضا اختلاف هي اللي هي الترقيات والتعيينات وحتى الرواتب. يعني في اليابان تتم الترقية وحتى عملية تحديد الراتب بناء على الأقدمية، وكذلك بناء على حجم الأسرة واحتياجاته. لأن نحن قبل شوي قد الشركة اليابانية والمنظمات اليابانية تهتم بالموظف وكذلك بعائلته وبأولاده، وبالتالي تأخذ بعين الاعتبار الأمور هذه حتى في تحديد الرواتب. بينما في أمريكا الإنتاجية ومساهمة الموظف في تحقيق الأرباح هي الأساس. يعني كل ما كانت إنتاجيتك مرتفعة ومساهمتك في الأرباح أيضا مرتفعة، كل ما كان هنالك فرصة ليكون الراتب أفضل. في المملكة في محدد آخر، وحتى في البلدان العديد من البلدان العربية، اللي هو العلاقات الشخصية. العلاقات الشخصية والواسطة عندها دور حتى في عملية تحديد الرواتب وفي عملية التعيين وكذا، وهذا موروث يعني ثقافي لدينا في البلدان العربية. نقطة أخرى سادسة فيها اختلاف أيضا بين ثلاث بلدان هذه، اللي هي عملية دمج الشركات. في اليابان وفي الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تكثر عمليات الدمج، ولأنه الدمج يكون في توحيد المصالح وأيضا يساهم بتحسين جودة العمل، فتجذب العديد من المنشآت تلجأ إلى عملية الدمج و تلجأ إلى التحالفات. بينما في المملكة وحتى في البلدان العربية عملية الدمج قليلة نوعا ما، لأن هنالك نزعة فردية ويعني ميول للنزعة الفردية بشكل كبير. كل شخص يحب أن ينجح بمفرده إن شاء الله، كل منشأة تريد أن تنجح بمفردها، وبالتالي صعب شوي أو قليل ما تحدث عمليات دمج في المنشآت السعودية والعربية بصفة عامة. نقطة سابعة في اختلاف كذلك اللي هو موضوع الوقت. رجل الأعمال الياباني وحتى الأمريكي الوقت بالنسبة لي هو يعني شيء أساسي، يعني ويعطونه أهمية قصوى، وحتى المشاريع دائما تسلم يعني يكون فيها أوقات يعني صارمة محددة في العقود، بنسميه احنا الديدلاين، يعني الوقت اللي إذا لم تقدم أو إذا ما خلصتش المشروع في ذلك الوقت خلاص، يعني بيكون فيها انعكاسات سلبية وسلبية جدا، لأنه يجب أن نحترم الوقت. في مجتمعاتنا للأسف ليس الوقت يعني موضوع ثانوي، وبالتالي لا نعطي أهمية كبرى في العمل وفي المنشآت. النقطة الثامنة أيضا فيها أيضا مقارنة اللي هي النقابات، موضوع النقابات العمالية. يعني النقابة العمالية مجموعة من العمال يتم إنشائها يعني داخل المنشآت في العديد من البلدان الغربية خاصة، على أساس للدفاع عن حقوق العمال أو ما شابه ذلك. في اليابان وفي أمريكا هنالك نقابات عمالية تحاول أنها ترعى مصالح العمال، ولكن النقابات هذه لا تتبع نفس السياسات، هنالك فرق كبير. في اليابان النقابات العمالية تعتمد سياسات سلمية، يعني قائمة على حوار هادئ وطويل مع الإدارة بدون ما يكون فيها تأثير سلبي على سير العمل، يعني لأنه أي توقف على سير العمل راح يضر بالمنشأة ويضر بالاقتصاد الياباني. بينما في أمريكا النقابات العمالية وحتى في البلدان الغربية في الواقع النقابات العمالية تصادمية بشكل أساسي، وتستخدم ورقة الإظهار يعني على العمل بشكل كبير جدا، وهذا يكون فيه يعني أثار سلبية على محيط العمل وعلى 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 المنشأة وعلى الاقتصاد بصفة عامة. في المملكة الحمد لله ما فيش النقابات العمالية، لكن عندنا الحكومة والهيئات الحكومية التي ترعى حقوق الناس، مثل العديد من الوزارات، وزارة العمل وغيرها، اللي ترعى حقوق الموظفين إلى آخره. نقطة قبل أخيرة فيها أيضا اختلاف بين البلدان الثلاث هذه اللي هو موضوع الدخل.
في اليابان العامل الياباني في الواقع لا يهتم كثيرا بالدخل بشكل أساسي، وإنما يهتم بالإنجاز، يهتم بالعمل، لأنه بالنسبة لي يقول لك أنا أشتغل من أجل اليابان ومن أجل مصلحة اليابان، وبالتالي فهو يهتم أكثر بالإنجاز أكثر من اهتمامه بالدخل، بينما في أمريكا الدخل هو الأساس. يعني إذا وجد فرصة عمل في أي مكان آخر يحقق له دخل أكبر، فمباشرة يلغي العقد الذي كان يربطه مع الشركة أو المنشأة وينتقل إلى للعمل إلى منشأة أخرى بحثا عن مصلحته الشخصية بطبيعة الحال. في المملكة، وهذا لاحظناه حتى من خلال دراسة لسوليم ماسلو، يعني مكان العمل، طبيعة العمل، يعني الأمور المتعلقة بالتقدير وبظروف العمل ممكن أكثر أهمية من الدخل. يعني العديد من الموظفين في المنشآت السعودية بالنسبة إليه مكان العمل، يعني يشتغل مثال في 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 مدينة جنب آمنه، وطبيعة العمل حتى، يعني خلينا نقول المكتب ممكن لو الظروف البيئية اللي سوف يشتغل فيها ممكن يعطيها أهمية أكثر حتى من الدخل في العديد من الأحيان. النقطة الأخيرة العاشرة اللي هي قضية مشاركة المرأة. هذا أيضا في بعض الاختلافات. في اليابان المرأة اليابانية كان عندها دور كبير جدا في النهضة اليابانية، واستطاعت المرأة اليابانية أنها يعني أنها توفق بين البيت وميدان العمل مع إعطاء أولوية مطلقة للعش الزوجي ولبيتها، ولكن أيضا استطاعت أن توفق بين عملها وبين مسؤولياتها في داخل العائلة وداخل البيت. في أمريكا لا، المرأة الأمريكية لا تعطي البيت أولوية مطلقة، يعني تعطي نفسها وعملها ودخلها مصلحتها ومصلحتها الخاصة الأولوية المطلقة، يعني بالنسبة إليها عملها ومصلحتها الخاصة هي الأولوية أكثر من البيت، وبالتالي هذا في اختلاف كبير واختلاف ثقافي في الواقع بين المرأة اليابانية والمرأة الغربية والأمريكية بصفة عامة. المرأة السعودية وإن كانت مجالات العمل المفتوحة في وقت ما قليلة، ولكن الحين أصبحت مجالات العمل موجودة أكثر وبشكل يعني ما شاء الله كبير، وفي الواقع أثبتت كفاءة وجدارة يعني بشكل كبير في العديد من المهام التي يعني أوكلت إليها، والحمد لله ذلك يعني نجاح كبير وفي العديد من المجلات فيما يخص المرأة السعودية والحمد لله. إذا هذا تقريبا أهم الأفكار المتعلقة بعملية المقارنة كما قلت. سوف أفتح الآن الشات ونحاول نستعرض خلينا نقول مع بعض الأسئلة، وكذلك إذا كان هنالك أسئلة من قبل الإخوة والأخوات نستطيع أن نشوفها مع بعض، ولعل يعني الأسئلة هذه بتساعدنا شوي في عملية المراجعة. إذا الأسئلة كنا راح نحاول نطرحها مع بعض بطريقة شفوية. لا ما راح يكون في كويز اليوم أخت لنا. طيب سوف أفتح الشات الحين. إذا الشات الحين مفتوح لجميع الأخوة والأخوات، ونستطيع أن نستعرض بعض الأسئلة. نحاول أن نعطي بعض الأسئلة. إذا إحنا قلنا أخواني أخواتي أن حياة الإنسان في مهنة الإدارة تمر بعدة مراحل. كم عدد هذه المراحل؟ حياة الإنسان في مهنة الإدارة أيوة ممتاز، إذا هي أربعة مراحل. طيب لو نسميها المراحل هذه، فبالحال لما نقول مراحل يجب أن نسميها بالترتيب، يجب أن نذكرها بالترتيب. أيوة المرحلة الأولى مرحلة الاستكشاف، وبعدين مرحلة النشوء، أيوة بعدين مرحلة الاستقرار، وأخيرا مرحلة الانحدار. ممتاز، من الاستكشاف النشوء الاستقرار
الانحدار. طيب لما تحدثنا عن شركات التوصيل البسيطة قلنا هنالك شريك يتحمل مسؤولية كاملة تتطال من ممتلكاته الخاصة. مش اسم الشريك هذا؟ ماذا نسميه الشريك هذا الذي يتحمل مسؤولية كاملة؟ هو الشريك المتضامن بالتنزل. هو الشريك المتضامن. طيب من سلبيات شركات التوصيل البسيطة هذه، من سلبياتها هل ألف القدرة على تجميع موارد مالية كبيرة، أو ب إمكانية الاختلاف بين الشركاء، أو ج إمكانية الحصول على اعتمادات وتسهيلات مالية من البنوك، أو د جميع ما سبق؟ إذا بطبيعة الحال الإجابة الصحيحة هي ب إمكانية الاختلاف بين الشركاء. كل من سلبيات شركة التوصيل البسيطة أنه إذا صار في اختلاف بين الشركاء وفي شركاء عاوزين يطلعوا من الشركة هذه، فتطرح إشكال أن عملية الدخول وخروج الشركاء ليست سهلة، وليست لا يوجد فيها برودة كبيرة في هذه الشركة. طيب بعدين تحدثنا عن أنواع شركات الأموال، وقلنا أن هنالك نوع شهير جدا في شركات الأموال، وش اسمه؟ ممتازين، شركات المساهمة. شركات المساهمة هي أشهر أنواع شركات الأموال. بين قوسين فيما يخص الخيارات، في بعض الأحيان حتى في الكويز يكون عندنا خيار اللي هو جميع ما سبق أو لا شيء مما سبق، هذا ما راح يكون موجود في الاختبار النهائي. اوكي، لأنه بناء على توصيات العمادة يعني تم الغاء كل ما هو جميع ما سبق او لا شيء مما سبق، لانه بيدخل اضطراب نوعا ما على الطلاب، وعشان هيك يعني قمنا بالغائه. طيب بعدين اخواني اخواتي تحدثنا على وظائف الاداره، وقلنا ان هنالك وظيفه تختص بتسيير العمل. هل هي وظيفه التخطيط، التنظيم، التوجيه، أو الرقابة؟ تسيير العمل، هل هي تخطيط أو تنظيم أو توجيه أو رقابة؟ فبالتالي هي وظيفة التوجيه. أيوة، إذا الوظيفة التي تختص بتسيير العمل هي وظيفة التوجيه، بينما وظيفة الرقابة هي وظيفة ماذا؟ وظيفة الرقابة هي وظيفة إذا التأكد من سير العمل. ممتاز أخت رزان، إذا الرقابة هي وظيفة التأكد من سير العمل. طيب شفنا كذلك لما تحدثت على التخطيط، شفنا أن هنالك خطوات في التخطيط، ومن بين خطوات التخطيط قلنا أنه في خطوة أولى. الخطوة الأولى من خطوات التخطيط هل هي وضع الهدف الرئيسي، أو تحديد استراتيجيات التخطيط، أو تحديد الخطط البديلة، أو دراسة الاستطلاعية؟ إذا بطبيعة الحال هذا هو الدراسة الاستطلاعية، هي الخطوة الأولى من خطوات التخطيط، الدراسة الاستطلاعية، وليس وضع الهدف كما يعتقده البعض. وضع الهدف هو الخطوة الثانية. طيب ممتاز. وبعدين لما تحدثنا على القيادة قلنا القيادة هي ركيزة من ركائز ماذا؟ القيادة هي ركيزة من ركائز التوجيه. بطبيعة الحال القيادة هي ركيزة من ركائز التوجيه. طيب كم يوجد من ركيزة يعني بالنسبة لوظيفة التوجيه؟ كم يوجد من ركيزة؟ هنالك بطبيعة الحال ثلاث ركائز اللي هي القيادة، ومش كذلك ما هي ركائز التوجيه الأخرى؟ أيوة، التحفيز والاتصال. ممتاز، إذن ركائز التوجيه الثلاث عن القيادة، الاتصال والتحفيز. طيب لما تحدثنا على القيادة قلنا هنالك قاعدة استخدم المركزية
طيب بطبيعة الحال أخت غزال، الإيجابيات والسلبيات لازم ناخذهم بطبيعة الحال. إذا كان هنالك قائد استخدم المركزية في السلطة لكنه يعتمد على الإقناع والحوار، هل هو قائد ديكتاتوري أو أوتوقراطي أو ديمقراطي؟ لا، ما فيش قائد بيروقراطي. كيف بيروقراطي؟ هذا يعني نظرية إدارية. إذا هو القائد الأوتوقراطي. إذا القائد الذي يستخدم المركزية في السلطة لكنه يعتمد على الإقناع والحوار هو قائد أوتوقراطي. درجة بالنسبة للرقابة، احنا قلنا قبل شوية قلنا الرقابة هي وظيفة التأكد من سير العمل. طيب وش هي أول خطوة من خطوات الرقابة؟ أول خطوة من خطوات الرقابة هل هي مقارنة النتائج أو قياس الفروق أو تحديد المعايير؟ هل هي مقارنة النتائج أو قياس الفروق أو تحديد المعايير؟ طبعاً الحال تحديد المعايير، إحنا قبل ما نقارن النتائج أصلاً لا نستطيع أن نقارن النتائج إذا لم يكن عندنا معايير واضحة من البداية، لأنه سوف أن أقارن النتائج بناءً على ماذا؟ لازم يكون عندي معايير محددة مسبقاً. عشان هيك الخطوة الأولى من خطوات الرقابة هي تحديد المعايير. طيب لما تحدث عن النظريات اخواني اخواتي، قلنا انه في كيف اخ محمد باب تنظيم رقابه، يعني ايش؟ ما فهمتش السؤال، يا ريت لو توضح. جزاك الله خير. طيب تحدثنا بعدين اخواني اخواتي حول النظريات وتطور الفكر الاداري الى اخره. قلنا انه في المدرسة الأساسية الأولى هي المدرسة الكلاسيكية. المدرسة الكلاسيكية هذه فيها ثلاث نظريات، مش النظريات هذه. النظريات التي تتبع ايوه أخ محمد، احنا الترتيب هو ايش؟ تخطيط ثم تنظيم ثم توجيه ثم رقابة. ايوه، اذا النظريات الموجوده في المدرسه الكلاسيكيه والمدرسه التقليديه، عن نظريه الاداره العلميه، نظريه شموليه الاداره، ونظريه البيروقراطيه. طيب قلنا ان نظريه شموليه الاداره عندها ايجابيات وعندها سلبيات كذلك النظريات. طيب وش اهم ايجابياتها؟ هل التركيز على الاداره كنظريه، او وضوح وعدم تعارض المبادئ الاداريه، او الاهتمام بالعنصر البشري ككيان اجتماعي ونفسي، او جميع ما سبق؟ ايجابيات نظريه شموليه الاداره، هل التركيز على الاداره كنظريه، او وضوح وعدم تعارض المبادئ الاداريه، او الاهتمام بالعنصر البشري ككيان اجتماعي ونفسي، او جميع ما سبق؟ ايوه، إذا هذا هو الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى، التركيز على الإدارة كنظرية. لأنه لو تذكرون أخواني أخواتي، قلنا أنه من سلبيات نظرية شمولية الإدارة هو عدم وضوح بعض المبادئ الإدارية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه من إيجابياتها هي وضوح المبادئ الإدارية، هذه نقطة. أيضا النقطة الثالثة اللي هو الاهتمام بالعنصر البشري ككيان اجتماعي ونفسي، لا، احنا قلنا المدارس او النظريات التي تندرج في اطار المدرسه الكلاسيكيه، سواء كانت نظريه الاداره العلميه او نظريه شموليه الاداره او البيروقراطيه، كلها عندها عيب جوهري، انها ايش؟ تعتبر الانسان وكانه اله، وبالتالي لا تهتم بمشاعره ولا تعطيه اهميه ولا تعتبره ككيان اجتماعي ونفسي. طيب بعدين تحدث عن البيروقراطية الأخت ميعاد، إذا آخر سؤال من إيجابيات نظرية شمولية الإدارة هي التركيز على الإدارة كنظرية. أوكي؟ شفنا كذلك أخواني أخواتي النظام البيروقراطي أو البيروقراطية، من هو رائد البيروقراطية؟
ماكسيمم. اهم شيء هو اللقب مو الاسم، اوكي، اهم شيء هو اللقب زيدا. اذا اراد نظريه البيروقراطيه وماكس زيدا او سمي حتى ماكس ويبر، يعني الاثنين تمشي. اوكي، بالنسبه لي شغل الاداره هو هيري فاير، وبالنسبه لنظريه الاداره العلميه هو فريدريك تايلر. طيب لما درسنا النظام البيروقراطي او النظريه البيروقراطيه قلنا هنالك خاصيه مهمه جدا في النظام هذا اللي هي خاصيه المكتب. طيب وش المقصود بها خاصيه المكتب؟ هل توفير مكتب لكل موظف، او تغيير المكتب بصوره منتظمه، او مناسبه المكتب لطبيعه المنصب، او لا شيء مما سبق. الخصائص النظام البيروقراطي خاصيه المكتب، ويقصد بها ألف توفير مكتب لكل موظف، ب تغيير المكتب بصورة منتظمة، ج مناسبة المكتب لطبيعة المنصب، د لا شيء مما سبق. بطبيعة الحال الإجابة الصحيحة هي الإجابة د لا شيء مما سبق. طيب وش المقصود بخاصية المكتب؟ هل ممكن نعطي الإجابة الصحيحة؟ ممتاز أخت لما، يعني خاصية المكتب هي حكم المكتب أو سلطة المكتب. أوكي، أو سلطة المكتب. ممتاز، هذه كل أمور يعني تخص البيروقراطية. بعدين شفنا نظرية أخرى في المدرسة التقليدية الحديث، فيها نظرية العلاقات الإنسانية، وفيها كذلك نظرية أخرى اسمها نظرية الفلسفة الإدارية، ويطلق عليه اسم آخر. وش ممكن نطلق الاسم اللي نطلقه على نظرية الفلسفة الإدارية؟ ممتاز، إذا نظرية إكس واي. طيب من إيجابيات نظرية إكس واي، هل الموضوعية في التحليل، أو كونها تعتبر خاتمة النظريات الإدارية، أو أنها قدمت أول تحليل مقارن بين مدرستين؟ إيجابية نظرية إكس واي، هل ألف الموضوعية في التحليل، ب أنها تعتبر خاتمة النظريات الإدارية، ج قدمت أول تحليل مقارن بين مدرستين. طبعا الإجابة الصحيحة هي ج، قدمت أول تحليل مقارن بين مدرستين، مش المدرستين التي قارنت بينهما. إذا قارن بين مدرسة العلاقات الإنسانية والمدرسة التقليدية أو الكلاسيكية. أخ أسأل، هذه أمور درسناها وما شاء الله نسبة لا يعني أجاب عنها. إذا نظرية إكس واي أو نظرية الفلسفة الإدارية قدمت أول تحليل مقارن بين مدرستين اللي هما المدرسة الكلاسيكية أو التقليدية ومدرسة العلاقات الإنسانية. طيب شفنا كذلك أخواني أخواتي تحدثنا على سلم من الحاجات لماسلو، لما حاولنا ندرس آثار يعني تأثير البيئة على سلوك الموظف سلوك الفرد، تحدثنا على سلم ماسلو من الحاجات، وقلنا السلم هذا فيه كم من مستوى أو كم من شريحة. ممتاز، لو فيه خمس شرائح أو خمس مستويات اللي هم ايش المستويات أو الحاجات هذه؟ عندنا في قاعدة الهرم المستوى الأول عندنا ايش؟ الحاجات الأساسية. ممتاز، اوكي، والحاجات الفيزيولوجية، الاثنين صح، الأساسية أو الفيزيولوجية، هذا المستوى الأول هو قاعدة الهرم. المستوى الثاني الحاجة إلى الأمان، ثالث أن الشخص يحس بالأمان أو بالأمان الوظيفي، المستوى الثاني. المستوى الثالث أو الشريحة الثالثة هي حاجات الانتماء أو الحاجات الاجتماعية، أن الشخص يحتاج أنه يحس أنه ينتمي إلى مجموعة معينة. وبعدين المستوى الرابع هي الحاجات الى التقدير، واحد منا دائما يحس انه او دائما يكون عاوز ليش
باقي الناس يقدرون عمله، الحاجة إلى التقدير. وبعدين المستوى الخامس اللي هو الحاجة إلى تحقيق الذات. الخامسة هي تحقيق الذات. طيب في دراسة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية لاحظت أن هنالك حاجة غير مشبعة في المجتمع السعودي وفي المنشآت السعودية. هل هي الحاجات الأساسية أو الحاجات الأمان أو حاجة التقدير أو حاجة الانتباه؟ حاجات التقدير، ممتاز. إذا تم ملاحظة أن الحاجة إلى التقدير غير مشبعة بشكل كبير في المنشآت السعودية، ممتاز. طيب أحاول أطرح أسئلة أخرى وأيضا أنتظر منكم بعض الأسئلة. طيب هنالك باحث اسمه دوغلاس ماكغريغور، دوغلاس ماكغريغور، كيف أخت أصالة؟ آخر سؤال قبل الحاجة التي وجدت أنها غير مشبعة بشكل كبير في 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 المنشآت السعودية هي هي الحاجة إلى التقدير، هي الحاجة إلى التقدير. طيب قلت دوغلاس ماكغريغور هو رأى أي نظرية؟ هل نظرية الإدارة العلمية أو نظرية العلاقات الإنسانية أو نظرية شمولة الإدارة أو نظرية الفلسفة الإدارية؟ بطبيعة الحال نظرية الفلسفة الإدارية اللي هي نفسها نسميها نظرية إكس واي. طيب برجع شوي كذلك للمشروعات الفردية، لو تذكرون إخواني أخواتي. في المشروعات الفردية قد يكون فيها إيجابيات وفيها سلبيات. طيب من إيجابياتها، من إيجابيات المشروعات الفردية، هل توفر الكفاءات والخبرات الإدارية اللازمة لنجاح المشروع، أو وفرة رأس المال، أو سهولة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإجراءات؟ بطبيعة الحال إن شاء الله العديد من الأخوة والأخوات يعني يعطي الإجابة قبل ما ينتهي السؤال. إذا من إيجابيات المشروعات الفردية سهولة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإجراءات. طيب في النظريات كذلك تحدث على نظرية اللي هي نظرية مدخل النظم، وشفنا من خلالها أنه في هذا العالم هنالك نوعين من النظم، في النظم المفتوحة والنظم المغلقة. ما المقصود بنظام مغلق؟ ما المقصود بنظام مغلق؟ ايوه، اذا نظام مغلق هو لا يؤثر بالبيئه ولا يتاثر بالبيئه. اذا نظام مغلق هو الذي لا يؤثر ولا يتاثر بالبيئه الخارجيه. طيب هل المنشاه اخواني اخواتي، هل المنشاه نظام مفتوح او مغلق؟ طبيعة الحال مفتوح. إذا المنشأة هي نظام مفتوح لأنها تقبل مدخلات من البيئة الخارجية، موارد بشرية، موارد أولية وغيره، وتصنع السلع والخدمات بتبيعها للزبائن، إذا بتطلعها للبيئة الخارجية. طيب لما تحدثنا على مشكلة عجز القوى البشرية السعودية، قلنا أنه يتم علاج هذه المشكلة من خلال كم ركيزة؟ يمكن علاج مشكلة عجز القوى البشرية السعودية من خلال كم ركيزة؟ ركيزتين اللي هما ايش؟ التوظيف اي والتدريب. ممتاز، ركيزتي التوظيف والتدريب. طيب لما نقول احنا التوظيف، لو تذكرون اخواني اخواتي تحدثنا على مصادر التوظيف، وقلنا هنالك توظيف داخلي وتوظيف خارجي. البعض يقول ان التوظيف الداخلي يقصد به هنا التوظيف من داخل البلد، صح ولا لا؟ التوظيف الداخلي هو التوظيف من داخل البلد. طيب اشخاص زملاء يقولوا صح وزملاء يقولوا غلط، ليش صح وليش غلط؟
ايوه اذا التوظيف ننتبه، ايوه يعطيك العافيه. المنظمه وليس البلد، لما نقول التوظيف الداخلي يعني التوظيف من داخل المنظمه، التوظيف الداخلي المقصود به توظيف من داخل المنظمه، لانه من مصادر التوظيف الخارجي شفنا على سبيل المثال الجامعات، الجامعات موجوده داخل البلد ولكنها موجوده خارج المنشأة، وبالتالي لما نتحدث على الجامعات كمصدر من مصادر التوظيف هي مصدر من مصادر التوظيف الخارجي. بالتالي دائما ننتبه لما نقول توظيف داخلي او خارجي هنا نقصد به المنشأة ولا نقصد به البلد. اوكي؟ طيب بالنسبة للتدريب، بالنسبة للتدريب قلنا انه التدريب يشمل بعض الموظفين ويمكن أن يشمل العديد من الموظفين، بحسب رأيكم هل التدريب يشمل بس العمال يعني الموظفين في الإدارة الدنيا أو لا يجب أن يشمل كل الموظفين؟ بطبيعة الحال التدريب يشمل كل الموظفين سواء كانوا في الإدارة الدنيا عمال أو في الإدارة الوسطى يعني مدراء أقسام، أو حتى في الإدارة العليا نتحدث هنا عن مدراء المنشأة. بقي الاختلاف عن إيش؟ ممكن في أهداف التدريب وفي طرق التدريب تختلف. أوكي؟ يعني التدريب يشمل كل الموظفين. طيب. أيوه شفنا كذلك إخواني أخواتي أنه علم الإدارة عنده علاقة بعدة علوم أخرى. وفي إطار علاقته بالعلوم الطبيعية نشأ علم جديد، وش اسم العلم هذا الذي نشأ من علاقة علم الإدارة بالعلوم الطبيعية؟ لا ننتبه، مو أمور الإحصاء هنا أتحدث، الإحصاء هو ليس علم جديد، استخدام الإحصاء في الإدارة هو من مظاهر علاقة العلم الإدارة بالعلوم الطبيعية، هذا صحيح، ولكن العلم الجديد الذي نشأ في إطار العلاقة بين العلوم الإدارية والعلوم الطبيعية هو علم بحوث العمليات، علم بحوث العمليات، بطبيعة الحال وفي الاختبار راح تكون لك الخيارات يعني بتكون الإجابة بإذن الله أسهل. طيب في إطار العلاقة بين علم الإدارة وعلم النفس نشأ أيضا علم آخر وش اسمه؟ في إطار العلاقة بين علم الإدارة وعلم النفس. أيوه إذا ظهور علم جديد اسمه علم النفس الصناعي. علم النفس الصناعي. إذا بتشوفوا أن هنالك علاقات يعني قوية وقوية جدا بين علم الإدارة والعديد من العلوم الأخرى، شفنا حتى مع علم الاجتماع ومع علم الاقتصاد وضرورة أن يكون المدير ذو عقلية اقتصادية إلى آخره، فهذا يوضح أن فعلا علم الإدارة يعني وجوده كان موجود في مفترق طرق خلينا نقول يعني عنده علاقات قوية وقوية جدا مع علوم أخرى. أوكي؟ طيب هل هنالك سؤال قبل ننهي هذا اللقاء الحي؟ هل هنالك سؤال إضافي؟ أو بطبيعة الحال ترى المنتدى راح يظل مفتوح، راح يظل مفتوح دائما يعني إلى 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 وقت الاختبار وحتى بعد الاختبار. وبالتالي اخواني اخواتي تستطيعون طرح اسئلتكم في اي وقت، لاحظت صراحه انه في الترم هذا في الفصل هذا ما فيش اسئله عديده في المنتدى، فانا اشجعكم انكم تدخلون على المنتدى تطرحون اسئلتكم اذا كان هنالك اشياء غير واضحه واحاول ان اجيبكم، هذا يعني مهم جدا. اذا في نهايه هذا اللقاء في نهايه هذا الفصل يعني احب ان اشكركم جزيل الشكر على كل مجهوداتكم التي قدمتوها طوال هذا الفصل، على التزامكم بالحضور، هذا يعني مهم جدا. اسال الله العظيم ان يوفقكم في جميع الاختبارات. شكرا لحضوركم، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.